السلام عليكم أصدقائي في قناة محترف الألعاب. اليوم جايب لكم تحدي جديد من لعبة كلاش رويال، تحدي سحب الأكسير المضاعف. خلينا نشوف حظنا نربح ولا لا. أنا راح أختار ساحرة الليل، الطرد، المخ الغليان، عملاق الملكي، كويس كويس، صدق بكل سهولة. هاي الطرد الملكي أجل. هذا هلكني بالهاون، بستخدم خطة الهاون ضدي. طيب معلش معلش معلش، هلا انا بهذه الحالة انا عم بقيس خطة هجومه، ايش هي خطة هجومه بالكامل. الان في حالة الدفاع، بس اكتشف ثغرة او نقطة ضعف بالخصم بهجم. يلا يلا كويس، هلا بقى منبلش الهجمة. كويس، أخذت دمج من العملاق الملكي. يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة، دم شوي. وجيم اوفر للعبة. يا سيدي لعبة حلوة.
اي صندوق ذهبي، شوف ايش طلعنا فيه. شي عالي، نرجع الجولة اللي بعدها. راح اختار ساحل الكهرباء، رقم السيان الاسطوري، المنطاد قوي بالهجوم. هاي البطاقة، توقعت يهجم من الطرف، سبحان الله. أخذ دمج كتير قوي من هالطرف. نحط الأشقية من هالطرف. يلا بعد المنطاد نفاجئ بالمنطاد. حط هاي 7 إكسير. حراس الملكيين ما راح يصير يدافع. حط له المنيوم من هون، قول له سلم بطحة. لا حرام، ما ضرب المنطقة. عم يهلكني بالسم وبالمنيوم العملاق، بصددي فيه المنطاد. كلين هلا بنشوف، بنشوف ايش نتبع معه خطه. طرد الملكي من هون عشان الدفاع. كويس، ساحل الكهرباء أخذ دمج كتير قوي. المنطاد من هالطرف وجيم اوفر للعبة. طرد الملكي من وين؟ ساحل الكهرباء عشان ما يضرب. او فيري جود، ما بقى يلحق. والله لعبة حلوة، هاي الهجمة رائعة. طلعنا 50 بطاقة جوكر عادية. اختار ساحل الكهرباء و الأمير والسم، رميت مفرقعات راح نشوف ايش دي يعطينا. لا حاليا هو يعطينا العملاق بس، نشوف ايش يعطينا كمان. كويس، هجم من هون. هي عملاق من هون، جهز السم عشان اذا بيحط شي. كويس، حط الساحر من هون عشان يفتح لي الابراج 3. خطة ذكية يعني.
كويس. هاي الأمير دخل وخد دمج. لا يا حرام، ده وما عصابة الجولة. راح ناخد ضرر بالسم، راح ندافع. هاي عملاقين ورا بعض، كويس. وهي المنطاد وراهم، قول له روحوا. ساحر الكهرباء جمد المنطاد تجميد. يلا بسرعة 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 بسرعة. أخذ دمج بالعملاق الملكي، فاجأني فيه. الله، حطه. بس بالنسبة لهلا أمورنا بالسليمة. راح يغلى، خسرنا. يا حرام يا حرام. بس جيش أكسيرو حقه غالي. ما ينهار برج النار، الدفاع قوي، كرة نارية. صلى بالنسبة لأول هجوم بنفاجئه هيك. جهز الكرة النارية، كويس. لمبر جاك من هالطرف، نسيته طارق.
سلام.